السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ سنة ستة ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. النهاردة بإذن الله هنحل تيست 2 يونت 7. هنحل الاختبار التاني على الوحدة السابعة. هم عليها 3 اختبارات، الاختبار الاول عليها والتاني عليها، لكن الاختبار التالت مجمع على الوحدة الستة والوحدة السابعة. خلاص كده. طيب listen and circle. How much does this panda weigh؟ كم الوزن بتاعها؟ فقال it weighs 100 kilograms، يعني بتوزن 100 كيلوغرام. What's your favorite animal؟ ايه هو حيوانك المفضل؟ فرد عليه وقال له my favorite animal is panda. What's the emergency؟ ايه هي الحالة الطارئة؟ قال له there is something in my garden، في حاجة في حديقة البيت. بعد كده قال what was she doing when the tiger ran by؟ قال she was talking on the phone، كانت بتعمل ايه لما النمر مر من جنبها؟ قال ان هي كانت بتتكلم في التليفون. بعد كده listen and complete. نادية وهدى، فنادية بتقول what were you doing when you saw the wild animal؟ كنت بتعملي ايه لما شفتي الحيوان المفترس؟ هدى قالت لها I was putting on makeup، كنت بحط makeup، نادية اللي هو مكياج. نادية بتقول لها did you call the emergency؟ هدى قالت لها أكيد اتصلت بالطوارئ. نادية قالت What did they send؟ بعتوا إيه؟ فهدى قالت لها They sent me an officer، بعتوا لي ضابط. نادية قالت لها What did he find؟ لقى إيه؟ هدى قالت لها Nothing، it was my dog، ولا حاجة، ده كان حيوان مفترس، كان كلب يعني ما كانش حيوان مفترس ولا حاجة، كان كلب بتاعها بس، وهي افتكرته حيوان مفترس يعني. فاهمين؟ طبعا يا شطار، الليسننج اهو، اتفضلوا بقى شوفوه. احنا قايلينه اهو 100 كيلو جرامز، ودي باندا، وبعد كده emergency، وبعد كده what was she doing when she ran by. اوكي، بعد كده potting و send officer fine. ادخلوا على طول في التشوز. The plane is faster than، طبعا عارفين الصفة er than، يبقى ده الاختيار بتاعنا. Mothers usually take of their children، طبعا take care، take care يعني بياخدوا بالهم منهم، بيعتنوا بيهم، خلاص take care. تمام. please tell me your name and address، اخبرني اسمك وعنوانك. خلاص كده، درس دي يعني فستان، ماشي. طيب what were you doing، عشان where بيجي بعدها verb مضاف له ing. اوكي. طيب بعد كده can you the wild animal، can you see، هل انت قادر انك تشوف الحيوان المفترس؟ can you see. اوكي يلا نكمل. What should I do؟ What should I do؟ How much do adults pandas weigh؟ يعني بيوزنوا قد ايه؟ تمام؟ دي كلها كلمات يا سنة ستة، يعني ده كلها بتختبر حفظك في الكلمات، فعشان كده أنا بمر عليها يعني عبور الكرام وكده. The officer told me to stay calm، إن أنا أدني هادي، to stay calm. أوكي؟ طيب run وفيد وtalk وcalm، طبيعي calm لأن calm هادي، أما كل دي أفعال، وليكن أكتب لك verb زي verb play. خلاص how adult why when، طبعا adult لان كل دي ادوات استفهام، واكتب لك مثلا وليكن whose لمن. deer وline وفروت وبير، بالتاكيد فروت عشان كل دي حيوانات، وهنكتب وليكن باندا. flu ورابش وران ووجد، طبعا هنختار رابش لان كل دي حيوان، دي كلها افعال في صيغه الماضي، طار، جرى، مشى. خلاص ممكن تكتب اي فعل في صيغه الماضي، وليكن played لعبه، watched شاهدة، دي واي. تمام كده. طيب جان كان أليف توداي، طبعا توداي اشمعنى؟ لان جانت يعني عملاق، أليف يعني على قيد الحياة، وكالم بمعنى هادي. الملخص ان كل دي صفات، فانت ممكن مثلا تكتب اي صفة، يعني مثلا ممكن تكتب كيوت، ظريف، اي حاجة، beautiful، tall، calm، اي حاجة يا سنة ستة، المهم صفة. read the passage and answer the questions. Why tigers are endangered animals؟ يعني النمور البيضاء هي حيوانات انقرضت، عفوا endangered animals يعني حيوانات مهددة، يعني بخطر الانقراض، مش انقرضت خلاص، لا هي مهددة بالانقراض. Around 200 white tigers are alive today، يعني مفيش منها حوالين العالم الا 200 بس عايشين لحد النهاردة، فعشان كده هي مهددة انها تختفي اصلا. فاهمين؟ when white tigers are born، لما بيتولدوا they weigh 1 to 2 kilos، يعني من 1 ل 2 كيلو بس. they live with their mothers for 2 to 3 years، يعني بيعيشوا مع امهاتهم من سنه، من سنتين لثلاث سنين، يعني لا اما سنتين لا اما ثلاث سنين. adult white tigers weight، اللي هم النمور البيضاء الكبيره او البالغه، تمام، الشباب يعني، بيوزنوا ايه؟ weigh 180 to 270، يعني من 180 ل 270 كيلو. they eat 3 to 4 kilos of meat، بياكلوا من 3 ل 4 كيلو لحمه. يا نهار فل،
هتلاقيهم بياكلوا حيوانات كتير قوي بقى. They walk and run on all four legs. بيجروا وبيمشوا على أربع أرجل. Why tigers live longer. يعني بيعيشوا لمدة أطول in a zoo، في حديقة عامة، لأن طبعا هم لو ما عاشوش في زو الناس هتقعد تصطاد فيهم يعني. Why tigers eat. طبعا اتفقنا ان هم بياكلوا من 4 ل 3 كيلو لحمة في اليوم. Baby white tigers weigh، بيوزنوا من 1 ل 2 كيلو، اللي هم البيبي الصغيرين. Where do white tigers live longer. بيعيشوا فين مدة أطول؟ طبعا جايبها لك اهي. White tigers live longer in a zoo، في حديقة الحيوان. فدي طبعا إجابة السؤال رقم 3. طيب how many white tigers are alive today. كم عددهم اللي هم عايشين لحد دلوقتي؟ قال لك 200. Around 200 white tigers are alive today. خلاص يبقى دي إجابة السؤال رقم 4. هنا طالب منك انك تكتب باراجراف عن الامريكان بلاك بير، عن الدب اللي هو الاسود الامريكي. بصوا يا شباب، دلوقتي انا كتبت لكم المعلومات اللي عندكم في الدرس. طب افرض مثلا حد مش حافظ المعلومات دي، يعني مثلا انا هحفظ ليه من كام كيلو الكلام ده كله؟ مش هعرف احفظ. اوكي انا كتبت لك جمل تانية تستغنى بيها خالص عن جمل انك مضطر تحط فيها ارقام، يعني واللي عايز يحفظ فيكم الارقام هو حر. تمام. When black bear are born، لما بيتولد they weigh 8 to 16 ounces. تمام، يعني من 8 ل 16، وounces دي وحدة قياس كيلو كده، يعني وحدة قياس كتلة. Adults weigh 135 to 350 pounds، يعني من 135 ل 350. اللي مش عايز يحفظ الجملتين اللي في الاول دول، او اللي مش عايز يكتبهم اصلا، اوكي لسه في جمل تانية وان شاء الله هيكفوا 7 جمل وبشكل صحيح وبسيطين. بعد كده بقى ادخل بقى في الحاجات الأساسية اللي انت لازم تعرفها عن الحيوان ده. أول حاجة they eat everything، بياكلوا كل حاجة. they eat fish meat and vegetables، جبت لك حاجات بسيطة، لحمة وسمك وخضروات. تمام. black bears hibernate، ممكن black bears hibernate يعني بيعمل بيات شتوي من 5 ل 7 شهور. طب انا مش عايز اكتب من 5 ل 7 شهور، انت حر، ممكن تقول black bears hibernate in the winter وخلاص. black bears بتعمل عملية بيات شتوي في الشتاء. black bears aren't endangered يعني ايه؟ يعني ليست مهددة بالانقراض، ليست مهددة، هي زي الفل عايشة، يعني ما مش خايفين انها تخلص ولا حاجة. there are a lot of them، في كتير منهم. there 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 are a lot of them، في كتير منهم. I like black bear، الجملة الستة اهي، أنا بحب الدب الأسود. تمام. It is a nice animal، هو حيوان لطيف. It is an American animal، هو حيوان أمريكي، جبتها من العنوان. It is an American animal، هو حيوان أمريكي. It's my favorite animal، هو حيواني المفضل. خلاص كده، كده تقريبا 9 جمل اهو بسيطين ومن غير ما تحفظ أي حاجة. خلاص كده سنة ستة. وتذكر دايما ان لابد انها تبدأ الجملة بكابيتال وفي الاخر تحط فول ستوب. وكمان في الامتحان لازم تكتب، يعني اول ما تحط النقطة تكتب الكلمة بعدها على طول، علشان كده انا حضرت ان انا اكتب لكم ادلتس بعدها على طول. ما ينفعش تقول ده انا هكتب كل جملة في سطر، لا، انت تخلص الجملة تحط نقطتك وتبدأ الكلمة اللي بعدها والجملة اللي بعدها. هنا مثلا حطيت نقطة وبعد كده ابتديت الجملة اللي بعدها وهكذا. خلاص. طيب بعد كده طبعا هندخل في الترتيب. عندي giant pandas don't hibernate in winter. خلاص تاني، ادي giant pandas، البندات العملاقة. don't hibernate يعني ما بتعملش بيات شتوي in winter، مش بتعمل بيات في الشتاء. خلاص كده تمام. how much طبعا دي كده أداة استفهام، وبعد كده فعل مساعد do adult pandas weigh، يعني هما بيوزنوا قد ايه. how much do adult pandas weigh، ادي أداة استفهام، ادي فعل مساعد، وده الفاعل adult pandas، وبعد كده الفعل في المصدر. she اول حرف الجمله لابد ان يكون كابيتال، وبعد كده في الاخر فول ستوب. بقول لك she was feeding the birds، كانت بتاكل الطيور او كانت بتطعم الطيور. what طبعا اول حرف الجمله لازم يكون كابيتال، وفي الاخر علامه استفهام. what were you doing، كنت بتعمل ايه. when your sister walked by، لما اختك مشيت من جنبك او كده. خلاص كده تمام.
خلاص هعيد تاني الترتيب بشيء من العجالة. جانت باندز دونت ايبرنيت ان وينتر، مش بيعملوا بيض شتوي. هاو ماتش دو ادلت باندز واي، بيوزنوا قد ايه؟ البندات البالغة او اللي هي في مرحلة الشباب يعني بيوزنوا قد ايه؟ وحلينا التركيب مع بعض. بس كده كده نكون الحمد لله خلصنا الامتحان السابع او الامتحان التاني على الوحدة السابعة كلها. اتمنى اكون استفدتوا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عندكم سؤال او تعليق او اقتراح سيبوه في كومنت، واضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ولو شايفين مقطع مفيد انشروه مع زمايلكم. مع السلامة.